السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف. جئت من جديد لنكمل Network Controller. سوف نذهب إلى Network Controller .m وسوف نبدأ بما قمنا به. سوف نكمل ما قمنا به في الحلقة القادمة. سوف نذهب إلى هنا .h ونقوم بنسخ copy للclosure ونقوم بوضعها في .m، وسوف ننزع الفاصلة، نقطة الفاصلة colon point virgule، ونقوم بوضع الحاضنات. أولا سوف نقول create data task and returns the data at the URL path. هذه لي يعني reference لمعلوماتكم، ماذا سنفعل في هذه الدقائق المقبلة. سوف نقوم ب create للdata task، وبعد ذلك نقوم ب return data التي يعني قمنا بتأسيسها أو الاتيان بها من server، ونقوم بالاتيان بها عن طريق URL، عن طريق اللينك، عن طريق الويب سايت. سوف أبدأ وبعد ذلك سوف أشرح لكم يعني ماذا يعني أقوم به. أنس URL session shared session data task with URL data task with URL. سوف نذهب إلى هنا إلى هاته data task with URL لأن فيها closure URL. ننقر مرتين، كليكي دو فوا، وبعد ذلك سنقوم بإدخال الكود. كما ترون عندنا error، فيعني نحن هنا لما يعني نستدعي المعلومات من السيرفر، هذه المعلومات قد تأتينا قد لا تأتينا، الله أعلم. فعندما يكون السيرفر يعني داون، يكون لا تكون هناك انترنت، لا تأتيك المعلومات. فلهذا يجب عليك أن تقوم ب يعني كتابة كود لكي تقول لليوزر الذي يستعمل التطبيق، مستعمل تطبيقك، أنه لم تؤتى المعلومات، لم تأتي المعلومات إلى التطبيق، ولذلك التطبيق لا يشتغل، عوضا عن أن المستعمل يستعمل التطبيق وعندما يريد استدعاء المعلومات فالتطبيق يقوم ببلوك ولا كراش، لا يعمل، والمستعمل لا يعرف ماذا حدث. فلذلك يجب علينا أن نقوم بكتابة الكود الذي نقول له يعني إذا كانت يعني الغلطة غير معدومة، يعني هنالك غلطة، يعني هنالك error، فنقوم ب ns log. سوف نقوم ب كتابة شيء ما there is an error during data process. وسوف نقوم بكتابة هكذا. بعد ذلك نقوم ب error.localizeDescription. ما معنى هذا؟ سوف نقوم بتنبيه المستعمل بأن هناك غلطة، أو تنبيه ليس المستعمل، تنبيه لأن هذه NSLog لا يعرفها المستعمل. إذا كنت تريد تنبيه المستعمل فيجب عليك أن تقوم بوضع Alert View، فهذه لمعلوماتنا الخاصة،
يعني هنا لما تكون يعني تعمل تيست للتطبيق، لما يكون هناك مشكل سترى هاته هنا يعني، وتعرف ما الذي يحدث بالضبط في تطبيقك. هاته الرمز 100% و الات، هذا يعبر عن بأننا سوف نضع شيء هنا اللي هو string. إذا وضعنا s بعد الـ بعد الـ at فذلك يعبر عن شيء آخر، إذا وضعنا الـ f فذلك يعبر عن شيء آخر. فلذلك يعني يجب عليك أن تذهب للإنترنت وتقوم ببحث عن أنواع الـ يعني string بالإنجليزية يقولون لها string concatenation. في سويفت لا نقوم بوضع هذا، في سويفت نقوم بوضع شيء هكذا. هكذا نقوم بها في سويفت، ولكن Objective-C لا يقبل هذا الشيء لأنه Objective-C بكل بساطة، ولديه يعني طريقته الخاصة في القيام بالأشياء. بعد ذلك سوف نقوم ب completion يعني completion، ونقول بأن لا توجد لدينا completion، عندنا nil. هنا يجب علينا وضع هكذا، هنا يجب علينا else completion data. ونأتي إلى هنا ونقوم ب resume بهذا الشكل. هذه ما معناها؟ هنا لما يكون عندنا مشكل ولم نأتي بالداتا المعلومات من السيرفر، سنقول بأن الكمبليشن عندنا nil. وإذا حدث غير ذلك وجاءت عندنا معلومات سنكملها، سنقبل المعلومات وتكون لدينا معلومات. وهذه الريزوم باللغة العربية معناها يعني بالفرنسية ريزومي، بالعربية سوف يقال لها دعوني أجد المصطلح يعني الجيد لهذه الترجمة، لترجمة هذه الكلمة. سوف أعطيك جملة تلخص لك ما معناها ريزوم. ريزوم هو شيء يكون قد تحرك وتوقف ثم بدأ التحرك من جديد. يقول هذه هي الريزوم، يعني أو شيء كان متوقفا وبدأ الحركة من جديد. ريزوم يعني من جديد، يعني بدأ من جديد. أو باز يعني شيء يكون قد فعل يعني توقف للحظات ثم بدأ العمل من جديد. بالإنجليزية سوف تكون هكذا pause and run again. هذا هو network controller، انتهينا منه. سوف نذهب بعد ذلك إلى movie controller وسنكمل التطبيق الذي بدأناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.